عارفين التي جرت على حقوق رعاية الأهلي قبل فترة مقابل نصف مليار جنيه. هو أنا مش عارف أقول إيه بصراحة. يعني الأهلي اللي إحنا بنطلع بيه من كل الأزمات يا جماعة إن الأهلي حاجة جميلة جدا. الأهلي حاجة كبيرة جدا. كل يوم بقول لكم إن إحنا محظوظين إن إحنا بننتمي لهذا الكيان الكبير. سواء مشجعين أو شغالين في النادي أو حتى ناس لبسوا تيشيرت النادي أيا كان. وقلت لكم امبارح كمان ان احسن حاجه حصلت الفتره الاخيره ان جمهور الاهلي كله ومحبي الاهلي كلهم في كل مكان كلهم جمعوا كلمتهم ان الاهلي كبير وان الاهلي هيفضل كبير وان الاهلي دايما مطلوب واللي بيروح للاهلي هو اللي كسبان. ودي حقيقه، حقيقه مجرده من اي حاجه. واللي بيخرج من الاهلي هو اللي خسران، وخسران حاجات كتيره جدا. شوفوا اي حد، شو اي حد كلام يعني على العموم، اي حد قبل النادي الاهلي كان ايه، ولما حتى لف حوالين سور النادي الاهلي كان ايه، حاجة يعني مختلفة تمام. وأنا ما بقولش كده من فراغ، أنا بقول كده وكل يوم وقبل كده كمان، يعني التاريخ كله يقول لك الأهلي إيه. وكل يوم الحمد لله بنسبة لحضراتكم مع مجلس الإدارة المحترم جدا جدا إن الأهلي فعلا حاجة جميلة جدا. وأنا عايز أقول حاجة بصراحة، يعني دولاب الأهلي مليان بطولات والجماهير شبعت بطولات وزهقت بطولات، لكن طبعا اهلا وسهلا باي بطوله ما بنسيبهاش الحمد لله. لكن لما تلاقي النادي الاهلي بيقف عند مبادئه المرسخه بقالها زمن، والكابتن الخطيب بيحافظ على يعني او بيقول للناس الاهلي انا الاهلي، احنا الاهلي، الاهلي مبادئ والاهلي قيم، الاهلي تاريخ. يعني انا بحاول ما ادخلش في تفاصيل، انا بحاول اطلع كلام للعموم. عشان كده بقول لحضراتكم ان احنا فعلا محظوظين فعلا ان احنا بننتمي لهذا المكان وهذا الكيان الكبير جدا. يعني ايه بطوله تروح او بطولتين تروح يروحوا او دوري يروح او افريقيا تروح؟ بصراحه انا من وجهه نظري انا ما عنديش اي مشكله، لكن يبقى النادي الاهلي هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي اللي الناس عشقته، هو النادي الاهلي اللي الناس بتموت فيه، هو النادي الاهلي الناس مستعده تعمل اي حاجه. انا مش عايز اقول لكم الرسائل اللي بتجيلي والله العظيم حاجه يعني مش طبيعيه، حاجه مش طبيعيه. الناس يعني يقول لك بس النادي يطلب مننا اي حاجه، احنا تحت امر النادي الاهلي، لكن احنا مطلوب بس مننا كمشجعين ان احنا نشجع النادي الاهلي وان احنا نقف في ظهر النادي الاهلي. والنادي الاهلي عنده اداره واعيه جدا جدا، انا بقول لكم وبراهن على كل حاجه، وانتوا راهنتوا على الكابتن محمود الخطيب قبل ما يبقى رئيس النادي، ان هو فعلا شكل النادي الاهلي وفعلا تحس فيه بروح النادي الاهلي، وتحس فيه ان النادي الاهلي تجسد في شخصيه الكابتن محمود الخطيب زي ما تجسد في شخصيات رؤسائه الكبار سابقا. ان شاء الله ما تخافوش على النادي الاهلي، والنادي الاهلي كل يوم واحنا سايبين ايدينا بيثبت ان النادي الاهلي كبير، والنادي الاهلي هو اللي دايما اي حد بيروح له هو اللي كسبان، واي حد بيسيبه هو اللي خسران. مش عايزين نعلق اكتر من كده، وخلي الايام اللي جايه تعرفكم، وانتوا عارفين ان النادي الاهلي قد ايه كبير، والنادي الاهلي قد ايه فعلا كيان محترم، وان هو بيحافظ على نفسه وبحافظ على جماهيره، وكل ده عشان الناس تقول راسنا مرفوعه ان احنا انتمينا للنادي الاهلي. وانتوا اكيد راسكم مرفوعه ان انتم منتمين للنادي الاهلي، وحاجه جميله جدا ان الايام كل يوم بتثبت النادي الاهلي فعلا هو بيحافظ على شكله ومبادئه باستثناء او بصرف النظر عن اي حاجه تحصل. مش عايز اطول اكتر من كده. طيب اروح لاخبار الفريق بقى واخبار المعارضة.